بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على شرف المرسلين، تلاميذ وتلميذات السنة الثانية إعدادي، مرحبا بكم. في هذا الفيديو إن شاء الله غنشوفوا تتمة تصحيح الأولمبياد الجوية في الرياضيات الفرد الأول. في الفيديو اللي قبل شفنا تصحيح التمرين الأول والتمرين الثاني، دابا إن شاء الله غنحاولوا نشوفوا تصحيح التمرين الثالث والتمرين الرابع، من بعد نشوفوا التمرين الأخير تمرين خمسة. ده هو التمرين خمسة، فيه تا هو شويه الخدمه، يعني من بعد نخصصوا ليه تا هو فيديو بوحدو. اذا التمرين ثلاثة، يقترح تاجر لوازم مدرسيه العرض التالي: ثمن القلم الواحد هو 3 دراهم، وعند شراء قلمين يمنح قلم اخر مجانا. ما هو المبلغ الذي يجب اداؤه لهذا التاجر للحصول على 100 قلم؟ اذا قراوا المساله مزيان فهموها. ثمن ديال قلم واحد 3 دراهم، خديتي جوج كيتعطاك واحد فابور. هادشي اش كيعني؟ ان ثمن 3 اقلام هو 6 دراهم. الا بغينا نشريو 3 غناخذهم 6 ديال الدراهم على حساب هذا العرض. اذا شحال من 3 كاينه في 100؟ يعني شحال بغينا 100 قلم، يعني شحال من 3 الاقلام كاينه في 100؟ 100 قلم شحال من 3 القلم فيه؟ باش نحسبوا شحال من 6 دراهم غنعطيو، باش نعرفوا شحال من 3 غنديروا عمليه ديال القسمه. اذا هنا ما غاديش نشرح التمرين بلي ديطاي، غنشرح لكم شنو كاين. شنو غنديروا؟ نديروا القسمه 100 مقسومه على 3 باش نعرفوا شحال من 3 كاينه في 100. نديروا هنا 3 في 3 غتعطينا 9، كنا تناخذوا هاد الجوج 10، 3 في 3 9، 10 ناقص 9 1، غنزلوا هاد الصفر غتبقى عندنا هنايا 10. غنزيدوا هنايا 3 في 3 9، 10 ناقص 9 1. اذا الا درنا القسمه 100 تساوي 33 في 3، 33 في 3 اللي هي 99 زائد هذا الواحد هي 100. اذا بما ان 100 كتساوي 33 في 3 زائد 1، شحال غنخلصوا لهذا التاجر؟ يعني كل 3 ب 6 دراهم، شحال من 6 دراهم غنعطيو؟ عندنا 33 ديال 3، يعني غنخلصوا 33 ديال 6 دراهم. وواحد شحال باش غنخلصوه؟ ب 3 دراهم حسب هذا العرض. ثمن القلم الواحد هو 3 دراهم، عند شراء قلمين يمنح قلم اخر مجانا. يعني الا كان غير ستيلو واحد غنخلصوه ب 3 دراهم، بغيتي جوج غتخلصهم ب 6 دراهم وغتاخذ واحد فابور، يعني الثمن ديال 3 6 دراهم وديال واحد 3 دراهم. هذا هو العرض. اذا بما ان 100 فيها 33 في 3 زائد 1، شحال غنخلصوا؟ 33 في 6 دراهم، حيت كل 3 ب 6 دراهم، يعني 33 في 6 دراهم زائد 1 ب 3 دراهم، يعني غنخلصوا 33 في 6 زائد 3. هذا هو الثمن اللي غنعطيو للتاجر. بما ان 100 كتساوي 33 زائد 33 في 3 زائد 1، فان المبلغ الذي يجب اداؤه للتاجر هو قلنا 33 في 6 ديال الدراهم زائد 1، زائد 1 في 3 دراهم، يعني 33 ب 6 دراهم وواحد غنخلصوه ب 3، تساوي 33 في 6 شحال غتعطينا؟ 33 نحسبوها في 6 18 19، 198. 198 زائد 3 في 1 هي 3، 198 زائد 3 هي 201 درهم. هذا هو المبلغ اللي غنعطيو للتاجر لشراء 100 قلم حسب هذا العرض. اذا نشوفوا التمرين الرابع. نعتبر المثلث ABC حيث AB يساوي 2، AC يساوي 4، BC يساوي 3. نرسموا بعد هذا الشكل التمرين. هذا التمرين 3، هادشي اللي كان يعني تمرين بسيط ما فيه والو. تمرين 3. دابا غنشوفوا التمرين الرابع. نحطوا المعطيات كيف ما هما. شنو عطاونا هنايا؟ أسي فيها 4 سنتيمتر. ناخذوا أسي فيها 4 سنتيمتر، ها هي. وعطاونا بي سي فيها 3 وابي فيها 2، هنا غنستعملوا البركار. ناخذوا 3 سنتيمتر، ها هي. عفوا، 3 سنتيمتر هي هذه، ها هي. اذا شنو رسمنا في الاول؟ رسمنا 4 سنتيمتر، رسمنا اسي، هذه اسي، وبي سي فيها 3، يعني من السي حتى البي فيها 3، ها هي 3 سنتيمتر في البركة. غنحط هنايا 3 وغنمشي نعبر عاوتاني ابي فيها 2، نعبر في المسطرة 2 سنتيمتر، نرسمو الشكل مزيان باش نعرفو شنو كنديرو. من أ حتى ل ب فيها 2،
هذه هي النقطة ب، هذا هو ا بي سي، بحيث ان نرسمو الشكل مزيان باش يبان لينا اش كنديرو. ها هو السؤال الاول، لتكون ام نقطة من الضلع بي سي، ما عطاوناش هنا بحيث، يعني فين ما حطيناها نحطو ام، ها هي ام نقطة من الضلع بي سي، ها هي ام، ام نقطة من الضلع بي سي. سؤال، حدد المسافة بام لكي يكون للمثلثين ا بي ام و ا سي ام نفس المحيط. فين هما هاد المثلثين ا بي ام؟ ا بي ام، نرسمو هاد المثلث ا بي ام، ا بي ام للمثلثين ا بي ام و ا سي ام، يعني هاد المثلث وهاد المثلث يكون عندهم نفس المحيط. غنحددوا هذه المسافه بام شحال كتساوي، بحيث يكون للمثلثين نفس المحيط. شنو هو محيط المثلث؟ يعني المجموع ديال الاضلاع ديال هذا المثلث، يعني هذا الضلع زائد هذا الضلع زائد هذا الضلع كيعطينا المحيط ديال ذاك المثلث. اذا لنحدد بام، هذا هو السؤال الاول، بام بحيث يكون للمثلثين ا بي ام و ا سي ام نفس المحيط، نفس المحيط. المحيط ديال ا بي ام هو ياش بي ا بي ام، البيرميتر يعني كنرمز ليه هنايا بي، بي يساوي المحيط ديال المثلث ا بي ام كيساوي، نجمعوا الاضلاع ا بي زائد بي ام زائد ا ام، هذا زائد هذا زائد هذا ا ام. والمحيط ديال ا سي ام ديال المثلث الاخر هذا زائد هذا زائد هذا، يعني ا سي زائد ام سي، ا سي زائد ام سي، ا سي ام سي ا ام زائد ا ام. بغينا دابا نحددو هاد بي ام هادي، بحيث هذا كيساوي هذا. اذا ماذا يعني بي ا بي؟ يعني هذا المحيط يساوي هذا المحيط، كيعني اش بي ا بي ام يساوي بي ا سي ام، محيط المثلث ا بي ام كيساوي محيط المثلث ا سي ام، يعني ان ا بي زائد بي ام زائد ا ام كتساوي ا سي زائد ام سي زائد ا ام. هادشي كيعني المحيطين متساويين، هذا المحيط كيساوي هذا المحيط، ها اش كيعني؟ اذا شوفوا ا سي عندنا القيمه ديالها، ا بي عندنا القيمه ديالها، بي ام هي اللي بغينا نحسبو، ا ام الا لاحظتوا عندنا هنايا ا ام هنايا ا ام نفس العدد وعندهم نفس الاشاره غنختزلوا بهم، يمشي هذا مع هذا نفس العدد ونفس الاشاره، يعني غيمشي هذا مع هذا، او لا ممكن تفهموها بطريقه واحده اخرى، هاد زائد ا ام الا جبناها للطرف غتولي ناقص ا ام، زائد ا ام ناقص ا ام هي صفر، مجموع عددين متقابلين. شنو غيبقى عندنا دابا؟ غتبقى عندنا ا سي في هاد الطرف زائد ام سي في هاد الطرف، غتبقى ا بي زائد بي ام. داكور، حنا بغينا نحسبوا بي ام، ا بي عندنا القيمه ديالها، ا سي عندنا القيمه ديالها، ام سي ما كنعرفوهاش. نرجعوا للشكل، هاد المسافه ام سي ما عرفناهاش شحال، ولكن ممكن نعوضوها بي سي، يعني نكتبوها بعلاقه بي سي وبي ام، بي سي عندنا وبي ام هي النيت اللي بغينا عاوتاني، يعني هاد المسافه هادي الصغيره ام سي راه هي هاد المسافه كامله ناقص هاد المسافه. الا خدينا المسافه بي سي نقصنا منها بي ام غتبقى عندنا غتبقى ام سي. إذن ولدينا ام سي كتساوي المسافة بي سي ناقص المسافة ام بي ام، بي ام بي سي ناقص بي ام كتعطينا ام سي، غنمشي نعوضها هنايا، اي ا بي زائد بي ام تساوي ا سي زائد ام سي، يعني زائد هادي بي سي ناقص بي ام. دابا هادشي ولا كيبان، ا سي عندنا، بي سي عندنا، ا بي عندنا، بي ام هذه هي اللي بغينا نحسبو، هاد ناقص بي ام الى ديناها للطرف الاخر غتولي زائد بي ام غتجمع مع هذه، هاد ا بي غنديها للطرف الاخر غتولي هذه هي بي ام زائد هاد بي ام اللي غتجي هنايا كانت ناقص هنايا بي ام غتجي غتولي زائد بي ام تساوي ها ا سي زائد بي سي، هاد ا بي غتجي هنايا غتولي ناقص ا بي، بي ام زائد بي ام هي جوج بي ام، جوج بي ام تساوي، نعوضو ا سي بالقيمه ديالها.
شحال عطاونا في اسي؟ عطاونا 4 هاي زائد بي سي، شحال عطاونا في بي سي؟ 3 ها 3 ناقص ابي، شحال عطاونا في ابي؟ 2 ها 2 4 زائد 3 7 7 ناقص 2 5 يعني 2 بي ام تساوي 5 دونك بي ام غتساوياش هاد جوج كان حالات جداء الى رضينا للطرف الاخر غيولي قسمه 5 على 2 اللي هي 2.5 هذه هي بي ام اللي لقى 2.5 راه الجواب ديالو صحيح. نمروا للسؤال الثاني شنو فيه. اذا السؤال الثاني شنو عندنا؟ السؤال الثاني لتكون ان نقطه من الضلع بي سي السؤال حدد المسافه بي ان بحيث يكون للمثلتين ا بي ان و ا سي ان نفس المساحه. نعاودوا هنا واحد الشكل، الشكل اللي قبل حطينا ام في الضلع بي سي باش يبان لينا الشكل مزيان غنحطوا الشكل الثاني بوحدو فيه ان يعني باش يبان لينا هادشي مزيان ما نخلطوش الامور لان فيه شويه بحال فيه شويه الغموض. الى جمعناهم شنو عندنا تما ا سي فيها 4 نعاودوا نرسموا بالزربه نرسموا المثلت ا سي فيها 4 سنتيمتر هو 4 سنتيمتر عندنا بي سي فيه 3 سنتيمتر ناخذ 3 سنتيمتر اذا هنايا ا سي بي سي هذه هي غتكون هنا بي و ا بي فيها 2 ا بي فيها 2 هذه هي النقطه النقطه بي بي هنايا ا هنايا سي نحطو نقطه ان قبيله حطينا ام غير باش يبان لينا الشكل مزيان يعني كنهضروا على مثلتين ا بي ان و ا سي ان خصنا نحطو ان بوحدها تبان عندنا هنايا ما تخبقناش ديك النقطه ام نحطو هنايا ان نحطو هذه هي ان إذن هادو هما المثلتين أ بي إن و أ سي إن بغينا المسافة بي إن بحيث هاد المثلتين يكون عندهم تكون عندهم نفس المساحة. إذن إلا لاحظتو نقلبو الشكل شوية باش يبان ليكم إلا بغينا الإرتفاع المار من النقطة أ راه غيكون عندهم نفس الإرتفاع بالنسبة لهاد المثلتين الإرتفاع المار من أ حيت كيشاركو بجوجهم هاد الرأس أ إلا بغينا الإرتفاع المار من أ راه غيكون عندنا تكون هنا عندنا القاعده هي بي بي ان هي هذه المسافه اللي كنقلبوا عليها وهنا بالنسبه لهذا المثلت غتكون هي سي ان. نرسموا هذا الارتفاع تيكون عمودي بلا ما نرسمو يعني باستعمال الكوس غير باش يبان لكم غيكون عمودي على الضلع المقابل ويمر من الراس ا يعني غنجرو هنايا شويه غيبقى هابط تقريبا غيجي لنا هنا ها نسميوها هذه النقطه اللي غتجي هنايا نسميوها ابريم ابريم هنايا هذه هي النقطة بي باش ما نتلفكمش نضرب على هذه ها هي النقطة بي هاد الارتفاع ا ابريم راه الارتفاع ديال هاد المثلث والارتفاع ديال هاد المثلث لان شنو هو الارتفاع ديال اي مثلث كيف ما كان هو مستقيم يمر من احد الرؤوس وكيكون عمودي على حامل الضلع المقابل لهذا الراس حامل الضلع ماشي على الضلع بالضبط على حامل الضلع الارتفاع اللي غيمر من ا بالنسبه لهذا المثلث اش غيكون عمودي على حامل الضلع المقابل ها الراس ا الضلع المقابل هو اش هو هذا غنزيدو نطولو هذا هو حامل الضلع يعني هو هذا المستقيم كون كان عندنا الراس هنا غنزيدو نطولو هذا لهذا وبالنسبه لهذا المثلث الارتفاع المار من ا غيكون عمودي على حامل هذا الضلع يعني غيكون عندهم نفس الارتفاع ها هو واحد المستقيم غيكون عمودي على هذا المستقيم هنايا اذا هذا ا ابريم هو الارتفاع ديال هذا المثلث والارتفاع ديال هذا المثلث اش كنعرفوا على المساحه هي القاعده في الارتفاع على اثنان اذا اش القاعده بالنسبه لهذا المثلث ا بي ان المساحه ديالو هي بي ان في الارتفاع اللي هي ا ابريم خدينا هنا ابريم هي الاسقاط العمودي او المسقط العمودي ل ا على هذا المستقيم باش نحطوا الارتفاع اذا غتكون عندنا القاعده في الارتفاع على جوج وبالنسبه لهذا المثلث القاعده اللي هي ان سي في هذا الارتفاع على جوج اذا شنو غيولي عندنا هنايا نحسبوا المساحه ديال ديالاش ا سي ان اس ديال ا سي ان قلنا القاعده اللي هي ان سي في الارتفاع ا ابريم
على جوج، والمساحة ديال المثلث الآخر اس أ بي ان اش كتساوي؟ قلنا القاعدة بي ان هي في الارتفاع أ أ بريم، بي ان في الارتفاع أ أ بريم على اثنان. بغينا نحسبو هاد بي ان هادي بحيث هاد المساحة كتساوي هاد المساحة، دونك اس أ سي ان كتساوي اس أ بي ان. اش كتعني مساحة هذا المثلث كتساوي المساحة، مساحة هذا المثلث كتساوي مساحة هذا المثلث، كتعني اش؟ ان ان سي في ا ا بريم، ان سي في ا ا بريم اللي هو الارتفاع على 2 كتساوي بي ان في ا ا بريم على 2. غنختزلوا بهاد الجوج حيت هنا كسر، الى رديت للطرف الاخر غتولي جداء وغتمشي مع هادي، وغنختزل بهاد ا بريم عندي نفس العدد هنايا وهنا، وفي حالات جداء الى رديت هاد ا بريم للطرف الاخر غتولي قسمه غتمشي هادي مع هادي. إذا غتبقى عندي اش من هذا المتساوي؟ غتبقى ان سي كتساوي بي ان، ان سي تساوي بي ان. هذا الشيء اش كيعني؟ ان سي تساوي بي ان، المسافه ان سي عطى، يعني خدينا هذه المساحه كتساوي المساحه، عطاتنا باللي هذه المسافه ان سي كتساوي المسافه ان بي. حنا بغينا بي ان شحال كتساوي، وهاد حتى ان سي ما عرفناها شحال. بما ان ان سي تساوي ان بي، يعني ان ان منتصف القطعه بي سي، اي ان هذه المسافه ان سي ولا هذه المسافه بي ان كتساوي نصف بي سي. اذا هذه بي ان كتساوي بي سي على 2، وبي سي شحال فيها؟ بي سي فيها 3، دونك هذه كتساوي 3 على 2. بي ان، ان سي تساوي بي ان تساوي بي سي على 2 تساوي 3 على 2 اللي هي 1.5. اذا هذه المسافه بي ان راه هي 1.5. اللي لقى 1.5 راه لقى الجواب الصحيح. اذا هذا الشيء اللي كاين في التمرين 4، يعني عندنا جوج ديال الاسئله. يبقى لنا التمرين 5 غنخصص ليه فيديو بوحدو حيت طويل، وراه طولنا حتى في هذا الفيديو. اذا اعانكم الله، ما تنسوش الاعجاب الاشتراك والتعليق الا كان شي تعليق على هذا الشيء. اعانكم الله.